اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من الاميره في المطبخ على سي بي سي سفره، معاكم على الهوا ان شاء الله من 4 ل 5. مستنيه كل تليفوناتكم على 236، الاس ام اس على 92173. النهارده عندنا زي ما وعدناكم الاسبوع اللي فات كله كان عندنا حلقات عن الباك تو سكول او العوده الى المدارس، واهتمينا جدا بالحاجات اللي فيها فايده للولاد، اللي فيها غذاء، فيها تنوع، فيها شكل مختلف والوان مختلفه بحيث ان احنا نغريهم ان هم ياكلوها، وفي نفس الوقت احنا حاطين فيها فوائد غذائيه كتير. اهتمينا جدا بالحاجات اللي ينفع انها تتخزن فتره طويله سواء في الثلاجه او في الفريزر عشان نسهل على الامهات ان مش كل يوم نقف نعمل، مجرد ان احنا نطلع من الفريزر ونسيب الحاجه تهدى وبعدين الولاد ياكلوها. الأسبوع ده الناس كتير جدا لما شافوا الأسبوع اللي فات طلبوا وصفات لحديث الولادة، فالأسبوع ده إن شاء الله عندنا كذا حلقة لحديث الولادة بإذن الله تكون مفيدة بالنسبة لكم، ويكون فيها شوية معلومات وشوية أفكار تفيدكم إن شاء الله. لما من ساعة ما بدأنا وكنا مهتمين جدا بحاجات الأطفال وكنا مهتمين جدا بحديث الولادة، جات لي رسالة على الفيسبوك الحقيقة رائعة رائعة، ما كنتش متوقعة أن الصدى يكون بالطريقة دي. مشاهدة كريمة بعتت لي من اسكندرية أن هي البنت بنتها كان عندها مشاكل في الغذاء، وأن دكتورة الأطفال قالت لها تتفرج على الحلقات بتاعتنا وأنها هتستفيد منها. الحقيقة أنا معرفش المشاهدة ومعرفش الدكتورة، بس أنا بشكرها وده طبعا شرف ليا ومسؤولية علينا كمان، فان شاء الله نكون بنقدر نفيدكم. قبل ما ابدأ في الوصفات احب ان احنا نبدأ بالراحة خالص في شوية معلومات خاصة للأمهات اول مرة، لان احنا بعد كده طبعا الواحد خلاص بيكون اخد خبرة وبيكون قلبه جمد وبتبقى العملية اسهل كتير في تاني طفل. اول طفل الواحد بيبقى محتاس ومش فاهم ومش عارف يعمل ايه، فخلينا نمشي مع بعض واحدة واحدة. اولا الاكل بيبدأ يخش للطفل عند سن 6 شهور، الالبان ممنوعة اول سنة، الملح ممنوع اول سنة، العسل، السكر ممنوعين اول سنة. خلاص يبقى احنا اول سنة ما بندخلش عسل، ما بندخلش سكر، ما بندخلش ملح، وما بندخلش البان طبيعية ولا زبادي ولا يعني الالبان المفروض ما تخشش اول سنه خالص، الالبان الصناعيه الحيوانيه اللي هي لبن الجاموس او لبن البقر. طب بنستخدم ايه؟ لو احنا بنرضع رضاعه طبيعيه يبقى اول 6 شهور رضاعه طبيعيه فقط لا غير. بنستخدم الفورميلا يبقى اول 6 شهور البيبرون بس. بعد كده لما بنيجي ندخل للطفل الحاجات بناخد بالنا كويس جدا من البقوليات والمكسرات، ما بتخشش اول سنه خالص. بنخلي بالنا من البقوليات كويس جدا ليه؟ لان ممكن يكون الطفل عنده حساسيه الفول او انيميا الفول، ودي خطر جدا، فلما بنيجي ندخلها بندخلها بحرص جدا، وبندخل معلقه واحده ونتست الدنيا لمده 3 ايام نشوف في حساسيه ولا لا. طيب ناخد ولاء ونكمل. يا ولاء ازيك يا ولاء؟ الحمد لله. اتفضلي حبيبتي. انا بحبك قوي. تسلمي حبيبتي، ربنا يخليكي. عايز تسالي على ايه؟ كيكه الشوفان. حاضر، عينيا. طيب بعدين لو انا عايزه، طب حاضر مدام يسر. مساء الفل. مساء القشطه. ازيك يا حبيبتي؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ كل سنه وانتي طيبه. وانتي بالصحه والسلامه يا رب. انا حبيت اطمنك على المخ. طلع ايه؟ انا ما كنتش باكل مخ قبل كده حضرتك. لا ده حضرتك تاكليه وانتي مطمنه جدا. لا ما شاء الله، الله اكبر عليك يا رب. أمير. الله اكبر عليك يا رب. ده عشان اللي انتي اللي عاملاه بس. لا وخصوصا التتبيله اللي بعد السلق دي عطت فرق غير طبيعي. الف هنا، الف هنا على قلبك يا رب. الله يخليك. ميرسي جدا لاهتمام حضرتك ولتليفونك يا مدام يسرى، اشكرك جدا. ايديكي يا روح قلبي. تسلم ايديكي وربنا يديكوا الصحه. وبالمناسبه دي طبعا كل سنه واحنا كلنا طيبين، وان شاء الله السنه الجايه في يسر وصحه وسعاده وراحه بال وفرج من كل الكروب يا رب ان شاء الله علينا جميعا يعني. طيب نرجع تاني، لو انا عايزه اخفف الاكل بخففه بايه؟ بخففه يا الا بلبن الام يا الا باللبن الفورميلا، مش باللبن البقري. دي حاجه. طيب هنبتدي بعد كده ندخل الالبان والزبادي، بيفضل ان احنا ندخلهم برضو بحرص شديد لان في ولاد كتير عندهم حساسيه من اللبن، وندخلهم
خالي الدسم في الأول بيبقى فيه كل الفوائد، لكن طبعا الدسم بيبقى أقل فبيبقى أخف على المعدة. البيض بيخش بحذر شديد، الدقيق بيخش بحذر شديد. الحاجات دي نكون حذرين جدا فيها، لأن انتشار الحساسية فيها بقى جامد جدا. الجلوتين، اللبن، البيض، نخلي بالنا ونبقى حذرين. طيب بصفة عامة بنأكل إيه الأول؟ بنأكل الفاكهة الأول، بنأكل الخضار، بعد كده بندخل السمك، وراه الفراخ، وراهم اللحمة. بندخل طبعا كميات قليلة جدا، دايما دايما نراعي ان احنا نحط حاجة السكريات فيها عالية جنب حاجة السكريات فيها أقل عشان الطعم. يعني ايه؟ السكريات الطبيعية طبعا، يعني بحط البطاطا والقرع والكوسة والجزر مع الحاجات العذبة ملهاش طعم، زي السبانخ، الخرشوف، البطاطس، عشان نعادل الدنيا شوية. طيب أي حاجة جديدة بدخلها لازم أدخلها معلقة النهاردة، معلقة بكرة، معلقة بعده، على 3 أيام 3 معالق. ليه؟ عشان أتأكد أن ما عنديش حساسية، عشان أتأكد أن معدة الطفل تقبلت الموضوع والموضوع عدى خلاص. دول ممكن أعمل منهم بعد كده وجبة. اتفقنا؟ اتفقنا. تعالوا بقى نتكلم شوية عن التخزين وعن التعقيم، لأنهم أهم ما في الموضوع. الطفل طبعا مناعته بتبقى قليلة، أي حاجة بتأثر فيه، فدايما نتأكد إن حاجتنا متعقمة بمية دافية فيها معلقة خل أبيض. أعقم بقى الحاجة اللي أنا بشتغل بيها، أعقم الترابيزة اللي الطفل قاعد بيلعب عليها، اللعب اللي بيحطها في بقه، المعلقة، الطبق، كل الحاجات بتاعته مية دافية، معلقة خل أبيض، أعقم حاجتي، أتأكد إن كل حاجة تمام، وبعدين أبتدي أشتغل عادي جدا وما أقلقش من حاجة. طيب التخزين، الحاجة بتاعة البيبي ما فضلش أبدا إنها تقعد في الفريزر أكتر من 3-4 أيام، وفي التلاجة يومين، ونتأكد طبعا إنها محكمة الغلق كويس جدا، منزوع منها الهواء كويس جدا، والتبريد بتاع التلاجة أو الفريزر مظبوط. آخر ملحوظة، ودي ملحوظة مهمة جدا بشوف كل الأمهات تقريبا بيعملوها، معظم الأمهات، إن إحنا ناخد البورشن بتاع الأكل بتاع الطفل، نأكل بالمعلقة، نحط في بقه ونحط في العلبة وهكذا، وبعدين ما خلصوش كله فبشيلها وارجع اديها له كمان شوية. غلط غلط غلط. خلوا دايما معاكم معلقة نظيفة وطبق تاني، اغرفوا ربع في ربع في ربع في ربع لحد ما يخلص، عشان الشويه اللي هيفيده ما يترموش. لو المعلقه فيها لعاب الطفل ودخلت جوه الاكل ارموه، ما تستخدموهوش ابدا، لان ده بيبقى قابل جدا ان هو يعمل بكتيريا وبيبقى مش مفيد ابدا، فنخلي بالنا من الموضوع ده كويس قوي. زي ما احنا قلنا احنا بنبدا الاول. حاضر، طيب ماشي. هنستعرض بقى احنا بنبدا بايه وهنعمل ايه النهارده ومكوناتنا ايه، بس بعد ما ترجعوا من الفاصل استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. احنا اتفقنا قبل الفاصل الفقره اللي فاتت دي مهمه جدا بالنسبه لي، وعشان كده انا ما رضيتش اشتغل فيها، عشان تبقى فيها تركيز في المعلومات. تقدروا ترجعوا لها في اي وقت على اليوتيوب سي بي سي سفره، او على البيج بتاعت سي بي سي سفره على الفيسبوك، على انستجرام، او اميره شنب، برنامج اميره في المطبخ بالعربي، هتلاقوا دايما عندنا الفيديوهات عشان ترجعوا لها. زي ما اتفقنا في الفقره الاولانيه ان احنا بنبدا ندخل خضار وفاكهة. أنهي الأول مش هيفرق معايا لو هتعملوا المعادلة اللي احنا اتفقنا عليها، إن حاجة مسكرة جنب حاجة عذبة. ممكن نعمل ميكس ما بين الخضار والفاكهة، ممكن جدا، مفيش أي مشكلة خالص. المهم إن احنا نحط حاجة عذبة مع حاجة السكريات الطبيعية فيها أعلى شوية، فنظبط الطعم. بعد ما هندخل الخضار والفاكهة هنبتدي ندخل اللحوم. اللحوم بتخش أسماك الأول، والأسماك دي يعني سمك، مش جمبري ولا كاليماري، سمك فيليه،
دايما بنروح للسالمون اكتر، التونه اكتر من الاسماك البيضه، لان الاوميجا 3 فيهم اعلى والفوائد اللي فيهم اعلى. اذا غاليين مش قادرين عليهم هنجيب السمك مفيش مشكله، بعد كده بندخل الفراخ، بعد كده بندخل اللحوم. طيب عايزه احط طعم اعمل ايه؟ الطعم بيجي بقى من الحاجات الطبيعيه اللي هي زي ايه؟ اللي هي زي احط كمون، احط ينسون، احط شمر، احط زعتر، شبت وكزبره وبقدونس، كل دي حاجات مفيده جدا بتعلي الطعم جدا ومش مؤذيه. وبنحط طبعا بقدر، يعني الملح قلنا ممنوع تماما ما ندخلوش خالص، الدهون ممنوعه تماما، زيت او زبده بكل انواعهم، السكر والعسل ممنوعين تماما بكل انواعهم. وقلنا ان احنا يا هنخف بالميه اللي هنسلق فيها الحاجه، يا هنخف بلبن الام، يا هنخف بلبن البيبرون اللبن الصناعي. اوكي طيب تعالوا، انا هنا مسخنه الحله هحط فيها مهم جدا بالنسبه لي لو انا هسلق، هنعمل الفاكهه. مين معانا؟ مين عايزين ايه؟ لو انا هسلق مهم جدا اني استخدم كميه ميه صغيره جدا على قد الحاجه ما تتسلق، بس عشان هاخد الميه دي واضرب بيها في الكبه ما افقدهاش. تاني حاجه اسلقه بالقشره وبعدين قشره بعد السلق عشان ناخد الفايده اللي في القشره. تالت حاجه ما تهروش الحاجه وتطلعوا روحها لحد ما تفقد كل القيمه الغذائيه اللي فيها. عايزين تعملوها على البخار احلى واحلى. ازاي اعملها على البخار؟ اجيب حله زي الحله اللي معانا دي كده، احط فيها ميه سخنه، لا تقلقوا، احط فيها اي مصفى، يعني ما تشغلوش بالكم، واحط فيها المكونات بتاعتي. احنا ايه المكونات بتاعت اول وصفه عندنا؟ عندي خوخ، موز، توت احمر. التوت الاحمر في منه فروزن، في منه فريش، براحتكم. طب انا عايزه احط حاجات تانية، احط كمثرى، احط تفاح، احط تين، كريز، برقوق، كل الفاكهه مفيده. يعني احنا دي ده اختيار من الاختيارات، وانتوا هتشيلوا وتحطوا حسب الموسم وحسب اللي موجود عندكم في البيت. الموز من الحاجات اللي ما نستغناش عنها هي والتفاح في اي وصفه للولاد، لان الفايده فيهم عاليه جدا. فالموز والتفاح قاسم مشترك، وبعدين ايه العبوا حواليهم في الفايده. اهو التين طبعا يعني فايدته معروفه، احط هنا الموز، احط التوت، احط الخوخ، وبعدين اقفل عليهم واسيبهم لحد ما ايه ما يتسلقوا. هتسلقوهم في ميه لانه اسهل لكم، انا ما عنديش مانع برضو، بس هنسلق بقى كميه ميه صغيره جدا ومش هنطول مده السلق قوي. بعد كده هناخدهم في الكبه نضربهم. تعالوا بقى نتكلم شويه عن الضرب. طيب ما هو الضرب بيختلف من سن للتاني، يعني انا لو بادئه 6 شهور فانا بضرب ضرب كامل وممكن كمان اصفي عشان لو في اي حاجه ما تقفش في زور الطفل. بعد كده لما بوصل ل9 شهور لا ببتدي اضرب بلس. يعني ايه بلس؟ يعني اضرب واوقف، اضرب واوقف عشان يبقى فيه شويه قطع في الاكل. بعد كده ببتدي اضرب ضربه بقى خشنه قوي فما فيش ضرب خالص. لازم نعمل كده لان لازم نعود الطفل ان هو يبلع، عشان بعد كده في اطفال بيبقى عندهم مشكله في البلع ما بيعرفوش يبلعوا من كتر ما هم قعدوا اول سنتين بياكلوا اكل مضروب. فجمدوا قلبكم يعني شويه هتلاقوا الامور مشيت كويس. طيب لما نطلع بره سن السنه ما ابتديش اعمل بطاطس محمره، تشيبس، سكريات عاليه جدا طول اليوم، واقول ابني ما بياكلش غير صنفين او صنف وما بيحطش حاجه تانية في بقه. برضو لما اوصل لحاجز السنه وانا طالعه للسنتين ما افضلش ادي للطفل لبن زي ما كان بياخده هو عنده 3 شهور واقول ما بياكلش. بعد 6 شهور الرضعه بتاعت بالليل بتقف، وبعد كده مع الدكتور، لان طبعا لكل سن وزن وحاله صحيه خاصه بيه هو، حتى لو عندي 5 اطفال كل طفل منهم حاله منفصله،
اخلي بالي مع الدكتور انه اظبط الامور دي، لان في امهات وطبعا ده من حرصهم على الولاد انه بيبقوا عايزين يدوم قلبان كتير جدا جدا، فده بيخلي برضو الاكل يبقى قليل قوي، واحنا لازم نديهم كل العناصر وكل الحاجات، فنخلي بالنا برضو من الامور دي. طيب الكبه الفاكهه هضرب الاول، وبعدين اذا عوزت ازود نقطه ميه هزود، ونقطه يعني نقطه يعني عشان نبقى ايه مش بنزود كتير قوي، لان مش عايزه اضيع الفايده بتاعه الفاكهه اللي عندنا. بسم الله. طبعا لما هضرب والفاكهه سخنه هيضرب معايا اسرع واسهل، ومش هيخلي فيه قطع. نقطه ميه نقطه. طبعا في الاول غير ان هو لازم يبقى مضروب كويس قوي، لازم يبقى سايل شويه عن بعدها بشهر، عن بعدها بشهر، يعني السيوله نفسها تبقى اكتر عشان يعدي بسهوله وما يقفش في زور الطفل. امتى بندخل اللحوم اللي هي سواء كانت في الاول السمك وبعد كده الفراخ وبعد كده اللحمه؟ بعد 9 شهور. بندخل دايما نسيره صغيره جدا، ودايما نتاكد انها من اطرى حته، يعني لو انا هستخدم في الاسماك فخلاص هي كلها طريه، ونتاكد طبعا ما فيهاش شوك خالص. لو هي من الفراخ بستخدم فيليه الفيليه، عارفين لما بنيجي نعمل البانيه ونقول حته الفيليه هي الصغيره اللي جوه دي هنشيلها، اللي هي أطرى حتة في الفرخة كلها، فيليه الفيليه اسمها. نبدأ بيها. اللحمة نبدأ بالبتلو اللي ما فيهاش أي نوع من أنواع الدهون، ولا الفراخ يكون فيها أي نوع من أنواع الدهون أو الشغط. لازم نشفي حاجتنا كويس جدا، وتكون حتة صغيرة وتكون مستوية سوى كامل. ما ينفعش أدي للطفل سمك أو لحمة أو فراخ ويكونوا مش مستويين سوى كامل، لازم يكونوا مستويين تماما. لازم نتأكد إن حاجتنا متعلبة مظبوط، لازم نتأكد إن العلب أو البرطمانات اللي إحنا هنشيل فيها محكمة الغلق مش مدخلة هواء، لازم نتأكد إنها متعقمة كويس جدا في مية بتغلي فيها نقطة خل أبيض، وبعدين نشفت تماما من غير ما أدخل إيدي فيها. كل دي حاجات تحافظ على الأكل بتاع الطفل مظبوط. بيواجهنا دايما مشكلة وإحنا بنتحرك بقى بره البيت وعايزين يبقى معانا أكل للبيبي عشان ما نأكلوش أكل من بره، طب نجيب البرطمانات الجاهزة، طب نعمل إيه؟ لا، إحنا مش محتاجين نعمل كده. هنشيل الأكل بتاع الطفل في العلبة في الفريزر، وناخده معانا في لانش باج تكون مخصصة إنها تعزل الحرارة، ويكون معايا القوالب بتاعة حفظ الحرارة اللي متشالة برضو في الفريزر متجمدة. بكده أضمن إن أنا معايا أكل. طيب ما حصلش، ما عرفتش، ما نفعش، يبقى باخد الفاكهة مقفولة. لو أنا لسه في الأول يبقى هاخد مزايا. المزايا تكون مقفولة، ما تكونش متقطعة في العلبة، تكون لانه دايما دايما الفاكهه والخضار الغلاف بتاعهم بيحافظ عليهم ان هم يبوظوا وان هم يفقدوا القيمه الغذائيه بتاعتهم. انا كده تمام بالنسبه لي، بما ان مفيش اطفال هتاكل دلوقتي فانا مش هصفي. انتوا في البيت لا، في اول مرحله اللي هي اول 6 شهور دي تعالوا نصفي، يفضل ان احنا نصفي صراحه. يلا انا هقعد انا اصفي كده، اتسلى فيها، اصفي الخليط اللي عندي ده، وانتوا تطلعوا فاصل وترجعوا عشان نكمل مع بعض بقيه وصفاتنا. استنونا. Thank you.
بيكوا بعد الفاصل. طيب احنا عملنا مع بعض اول وصفه اللي عملناها بالفاكهه. عايزه بس الفت نظركم ان احنا في الفاكهه حطينا ثلاث انواع، حطينا التوت الاحمر وده مزز جدا، رحنا معدلين الطعم على طول بالخوخ والموز عشان نعدل الطعم انه ما يبقاش مزز، يبقى حطينا معاه حاجه مسكره، فده مهم جدا. دلوقتي عشان نعمل الخضار، الخضار الوصفه بتاعتنا دي هتخش للطفل على مرحلتين. اول مرحله هي مرحله الخضار بس اللي هو جزر، بطاطا، صح؟ بطاطا قرع، جزر قرع او بطاطا الاثنين تمام، والارنبيط. بعد كده ادخل العدس، ولما ادخل العدس اعمل تيست عشان ده بقوليات فنخاف ان يعمل حساسيه، فنبقى حذرين جدا. عامه احنا بنبقى حذرين مع الاطفال في كل الوصفات اللي احنا بنعملها وفي كل المكونات اللي احنا بندخلها واحده واحده، وبنتاكد ان الدنيا دايما اتعمل لها التيست بتاعها واخدت وقتها عشان ما نطش، وبعدين ابقى كمان مش عارفه هو عنده حساسيه من ايه او ايه اللي تعبه. يعني دي مشكله كبيره جدا بتحصل، انه بندخل حاجات كتير مع بعضها فاحنا مش عارفين ايه اللي تعبه وايه اللي ما تعبوش. الارنبيط من الحاجات اللي ملهاش طعم خالص، فحطينا معاه الجزر والقرع عشان نعدل الطعم. بعد كده بعد ما اتاكد انه اول ثلاث معالق من الخليط ده عدوا بسلام قبل ما اعمل وجبه منه، اقوم مدخله العدس ومديه معلقه اتنين تلاتة كمان، اتأكدت ان احنا ما عندناش اي مشاكل يبقى خلاص اعتمد الوصفة. طيب الارنبيط من الحاجات اللي بتعمل غازات جامد جدا، نحط معاها كمون واحنا مطمئنين، الكمون ما فيهوش اي مشكلة للاطفال، القرفة ما فيهاش اي مشكلة للاطفال، اليانسون، الشمر، الحاجات دي يعني طول عمرنا حتى نسمع جدتي وامي يقولوا لنا اغلوا لهم شويه كراويه، اغلوا لهم شويه نعناع، اغلوا لهم شويه كمون عشان معدتهم، فدي حاجات بتدي طعم كويس جدا وتعوض ان احنا اللي حاطين ملح ولا سكر ولا عسل، وبتبقى مفيده كمان عشان الغازات والانتفاخات في البطن، فدي ما تقلقوش منها خالص. انا هنا مش هعمل على البخار اعتمادا على ان ممكن حد يكون مش عايز يعمل حكاية البخار ولو إنها أصح طريقة، لكن فرضنا الحلة دي سخنت قوي أنا مش هقدر أستخدمها نسيتها، فرضنا إن حد مش عايز يستخدم الطريقة دي، يبقى إحنا هنجيب حلة هنحط فيها نقطة مية سخنة. بسم الله. نقطة دي يعني قد إيه؟ يعني ربع كوباية. وبعدين أبتدي أنزل فيها المكونات. آدي القرع، القرع بنجيبه بننضفه كويس جدا، بنشيل القشره بننضفه من جوه كويس جدا، نقطعه مكعبات. جزر، كل ما الجزر والقرع والبطاطا وكل الحاجات اللي احنا بنستخدمها تكون حجمها اصغر كل ما سكرياتها اعلى وكل ما اليافها الداخليه اقل، فما تقفش في زور الطفل وتضايقني، فنقوا دايما الحاجات الصغيره الاحجام الصغيره. وادي القرنبيط، القرنبيط بقى انا سلقاه وهرساه قبل ما احطه هنا، ليه؟ عشان يسهل عليا، لكن معايا قرنبيط تاني صحيح لو انتوا عايزين تستخدموه يعني مش هيفرق، انا بس عشان هنا يسهل عليا الوقت في الضرب، لكن انتوا طبعا في البيت براحتكم. يبقى جزر، قرع، قرنبيط اهو على البخار او على شويه ميه صغيرين، وده هيديني نفس النتيجه بتاعه البخار ومش هيفقد القيمه الغذائيه بتاعته لان انا مش ههريه قوي، وهستخدم الميه دي هضرب بيها الخضار في الكبه مش هرميها، فده هيخليني استخدمها كويس جدا وابقى واثقه ان انا اخدت الفايده اللي نزلت فيها وما عنديش اي مشكله. طيب زي ما اتفقنا وهرجع تاني اعيد واقول ان العدس هيخش في المرحله اللي بعدها، يعني دي وصفتين في وصفه، ادي الوصفه الاولى وادي الوصفه الثانيه لما هنبتدي ندخل العدس. انا عشان مده البرنامج سلقه الحاجات دي نص سلقه اصلا، انتوا مش هتعملوا كده، يعني انتوا العدس بس هتبقوا نقعينه والخضروات هتكون متقطعه صغير وهتبتدوا تستخدموها على طول، لكن انا عشان مده البرنامج مش هتكفي معايا فيعني مدياهم ايه سلقه بسيطه كده. اوكي
عايزه بقى ايه؟ اقلب اهو. رضوى احنا لسه معانا حلقتين اطفال صح؟ معانا بكره وبعده لسه ان شاء الله مكملين في حلقات الاطفال حديثي الولاده اللي هم من سن 6 شهور لسن سنتين، نقدر ان احنا نعمل لهم الاكل بتاعهم، ونقدر ان احنا ان شاء الله باذن الله نتكلم شويه في شويه معلومات شويه تفاصيل تفيدكم باذن الله، خاصه اللي معاهم بيبي لاول مره، فان شاء الله ايه تتابعونا فيهم، وبعد كده هينزلوا على اليوتيوب وهينزلوا على الفيسبوك، وان شاء الله تلاقوهم حلقات مفيده. طيب نسحب، وزي ما قلنا احنا لما بنعوز نخفف بنخفف يا الميه اللي سلقنا فيها الخضار، يا اللبن بتاع الام، يا اللبن بتاع الفورمولا نقدر ان احنا نحطه. طيب تعالوا نتكلم بقى شويه لما نعوز ندخل شوفان، عايزه ادخل جنين القمح، عايزه ادخل بذر الكتان، انا هعمل ايه؟ هفضل انه هيكون بعد 9 شهور، ده اول حاجه. تاني حاجه هدخلهم هنا في الاكل العادي وتقل بيه، لان كده كده هنبتدي احنا بنخفف الاول وبعدين بنبتدي نتقل القوام بتاع الاكل، اتقل بقى بالحاجات دي وادخلها في وسط الاكل واهرسها مع الاكل كويس جدا بعد ما اسويها كويس قوي واخد فايدتها، بدل ما ادخل حاجات تانية اقل فايده كتير. انا بقى هجيب هنا الهاند بلندر بدل ما اشيل واحط، بسم الله، ونضرب بقى ايه الخضار اللي احنا عملناه بالعدس، ينفع عدس اصفر، ينفع فول، ينفع فاصوليا، ينفع حمص، يعني انا المقصود بالحلقه هنا ان احنا بنتعرف مع بعض نعمل ايه واحنا نشيل ونحط بعد كده، نقدر ان احنا نشيل القرع نحط بطاطا، نشيل القرنبيط نحط بروكولي، خرشوف، سبانخ، فاصوليا خضراء، عيشوا حياتكم، شيلوا وحطوا زي ما انتم عايزين، لان اكيد ان احنا مش هناكل الولاد نوع او نوعين من الخضار وخلاص، لا احنا كل يوم هنشيل ونحط، منها تغيير في الطعم وطبعا منها فايده. البتنجان الاسود من الحاجات المهمه جدا والمفيده جدا طبعا، الخرشوف والسبانخ. ودايما معانا القرع والجزر والبطاطا عشان نحلي الطعم. انا دي مش هضربها قوي، هنفترض بقى ان البيبي كبر شوية وان الاكلة دي مش محتاجة انها تبقى مضروبة قوي، عشان بس نوري الامهات الفرق بين الايه المراحل. ماذا؟ قدر عشان نسيب فيه شوية ايه شانكس كده ما يبقاش مية قوي، ونغرف دول في الطبق، ونبقى كده عملنا التاني وصفة اللي هي بالخضار. طيب نفس الوصفات دي بالظبط، الخضار ده انا عملته، الطفل دلوقتي عنده 9 شهور، جيت بعد شهر او شهرين بقى عنده 10-11 شهر، وعايزة ادخل فيهم السمك وبعد كده الفراخ وبعد كده اللحمه، اعمل ايه؟ هسلقها الاول كويس وبعدين انزل عليها الخضروات تكمل معاها سوا لما تبقى هي نص سوا، ولما يخلصوا سوا كلهم مع بعض هقوم عامله نفس الحكايه كده، اوكي؟ نمشي ايه؟ واحده واحده. الفول طبعا من الحاجات المفيده جدا جدا، التونه، السالمون، يعني المشروم، دي حاجات من الحاجات اللي لازم تبقى محطوطة في الوجبة بتاعة الطفل. وزي ما قلنا أولا هو لسه مش بيحب وبيكره، عشان احنا بس بنتوهم نقول أصل أنا ابني ما بيحبش، أصل أنا ابني ما بياكلش، ما هو لسه ما دقش أصلا ولا يعرف الطعم ولا الرؤية في الموضوع ولا عارف حاجة، احنا اللي ما بنحطش الحاجة
فبيدوقها على كبر فما بتعجبوش، او احنا بنعملها مش بتوازن مظبوط، حطيت الحاجه كلها دلعه، حطيت الحاجه كلها مره، فهو ما تقبلهاش. لكن هو مش عارف هو بيحب ايه وبيكره ايه لسه. كمان في امهات بتتوهم ان طالما انا مش حاطه سكر او عسل او ملح يبقى الاكل ملوش طعم، لا، الاكل فيه طعم رباني منه فيه، احنا عشان اتعودنا على طعمه بالسكر وبالعسل وبالملح فخلاص بقى هو ده طعمه بالنسبه لنا، لكن هو بالنسبه له هو ده طعم الاكل الطبيعي. فما تشغلوش بالكم بالموضوع ده وما تحطوش في الطفل، لان انا لما بقتنع بحاجه بحطها في الطفل غصب عني وانا مش واخده بالي، فما تحطوش في دماغه المعلومات الخاطئة اللي عندنا احنا. اوكي، بعد كده هنبتدي ندخل زي ما اتفقنا السمك. هنا انا عاملة وصفة فيها سلمون، لان زي ما قلت لكم من الحاجات المفيدة جدا. حاضر، ماشي، تعالوا نطلع فاصل ونرجع اقول لكم واكلمكم شوية عن وصفة السمك وعن الوصفة اللي فيها فراخ للسن الاكبر سنة. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. عملنا مع بعض اول وصفه كانت بال الفاكهه، بعد كده عملنا الوصفه اللي بالخضار، بعد كده هنعمل وصفه بالسمك ووصفه بالفراخ. في ترتيب الدخول للولاد السمك الاول وبعدين الفراخ. في ترتيب الوصفه دلوقتي هعمل الفراخ الاول عشان مش مسلوقه فهتاخد مني وقت اطول. الوصفه بتاعت الفراخ، عندي فراخ تكون صدور فيليه، الفيليه، ومش هستخدم كل ده طبعا، انا هاخد النسيره بس. مش مجفف، من الحاجات الهيلة مش المجفف، القراصية، التين. كمان القراصية بتعمل مفعول ليونة كويس جدا للأطفال اللي عندهم إمساك. الحاجات دي مفيدة جدا غذائيا، مفيدة جدا للمعدة، ومفيدة جدا للطعم، لأن السكريات فيه طبعا عالية فهيعدل لي الطعم حالا. بطاطا متقطعة مكعبات، والمشمش زي ما اتفقنا. الوصفة التانية اللي هي فيها السالمون هيكون سالمون، احنا زي ما قلت لكم احنا سلقنا الحاجة نص سلقة قبل الهواء، وده لظروف الهواء، لكن انتوا هتحطوا الحاجة على بعضها وهتستوي. سالمون، عندي جزر، وعندي بطاطس مسلوقة ومهروسة، وعندي المية بتاعة السلق. طيب أهم حاجة عندي إن أنا في كل مراحل الأكل مفيش سكر، مفيش عسل، مفيش ملح. هعمل إيه هنا؟ هحط نقطة مية سخنة، هنزل عليها الفراخ، نسيرة أهم حتتين تلاتة كده، أنا مقطعهم كمان صغير عشان ياخدوا سوى أقل، مش هستخدم كل ده خالص. مش مجفف، عملنا فيه ايه؟ نقعناه في ميه دافيه عشان يطرى. احنا عملنا كده عشان الوقت، انتوا مش هتعملوا كده، مش محتاجين اهو. طيب انا حاسه يا اميره ان الفراخ دي ممكن تكون هتعمل زفاره، لان مفيش اي حاجه حطيتها معاها، ولا فلفل اسود، مش هقدر احط فلفل اسود طبعا، ولا الكلام ده. حطي عود بقى من الزعتر، حطي نقطه قرفه على طرف المعلقه، حطي بقدونس او كزبره او شبت، هتغير الطعم، هتدي فايده وهتشيل الزفاره. بطاطا، وهقوم انا منزله عود كزبره. بصوا الورق بس اهو من غير العيدان، كام ورقه كزبره، واسيبهم هنا. لو فرضنا ان احنا دلوقتي بنتكلم في سن السنه، يبقى الاكل ده المفروض ان انا ما مهرسوش خالص، المفروض ان انا يدوبك بالشوكه وانا باكل الطفل كده بدوس بظهر الشوكه وبس، لكن ما دخلوش كبه. اجيب هنا واشتغل في الوصفه بتاعت السلمون. هنا قدامكم الوصفه على الشاشه، كانت الفراخ، المشمش، البطاطا، الكزبره الخضراء اهو. وايه، بصوا انا وانا هي على النار كده، عشان انا دي مش هضربها في الكبه، احنا في سن اكبر دلوقتي،
مش هضربها بالكبه، انا هفضل اعمل ايه كده اهو. بما ان الفراخ متقطعه رفيع، بما ان كميتها قليله هتستوي مفيش اي مشكله اهو. تمام. الوصفه اللي بعدها هتكون نقطه ميه سخنه. انا بدل الميه السخنه هنا، بما اني سلقه السلمون والجزر وسلقتهم مع بعض، هستخدم شويه من الميه بتاعتهم عشان استفيد بيها. لكن انتوا طبعا هتستخدموا ميه سخنه لان انتوا هتبقوا بادئين من الاول. السلمون مهما عديت فوائده، معلش ممكن يكون اغلى شويه من اي سمك تاني، لكن فوائده اعلى بكتير. يا وصال جزر وبطاطس. وصال ازيك يا وصال؟ الحمد لله. ازيك يا أميرة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله كل سنة طيبة. وانتي طيبة حبيبتي وبالصحة والسلامة يا رب. اتفضلي. بعد اذنك عايزة اعرف طريقة الكب كيك بالشوكولاتة. عينيا. وهي على النار برضو هبتدي بالشوكة. انا بس عايزة اوريكم وانا بعمل بالشوكة، بظهر الشوكة ابتدي ايه؟ اهرس. اهي شايفين ازاي اهو، مش محتاجه اكتر من كده للسن ده. حابين ان انتوا هتعملوها في الكبه وتعملوها برضو تشانكي وما تبقاش يعني مهروسه زياده عن اللزوم، اوكي. يعني الاسهل لكم استخدموها يا جماعه. دلوقتي كمان في السوق في انواع كتير، براندز كتير جدا باسعار متفاوته جدا، ستيمر وبلندر في نفس الوقت، بيسلق الاكل وبيضرب الاكل. من الاختراعات اللطيفة جدا اللي ما كانتش موجودة على أيامنا لما كان عندنا أولاد صغيرين، ومن الحاجات اللطيفة جدا أن أنا أخدها معايا في الرحلات أو لما أكون عند حماتي أو عند مامتي، لأنه بيسهل جامد جدا. وإحنا خلصنا، أنا شاطرة خلصت كل اللي وراي. شفت بقى عشان تعرف، بس مش أي حد. وهفضل أنا برضو إيه زي ما قلت لك كده. يلا ادي الفراخ، نراجع تاني. فراخ، بطاطا، كزبره خضراء، الريحه خطيره، ومشمش. يا اسراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اسراء؟ كويسه الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي كله تمام. اموري لو سمحت عايزه اقول لحضرتك على حاجه. انا بنتي عايزه بس يعني عايزه لها وجبات، مثلا الفطار الصبحي ايه والغداء ايه، ببقى محتاره. هي عندها قد ايه اسراء؟ عندها سنه واربع شهور. طب حلو قوي يا اسراء، حلو قوي. حاضر. حاضر عينيا. طبعا كل اللي احنا بنعمله ده يا اسراء هينفع لبنتك اللي عندها سنه وثلاث شهور، وهيكون زي ما احنا بنعمله كده دلوقتي اللي هو مش مهروس، اللي هي المرحله اللي بعد كده. ندخل الـ الاسماك، ندخل اللحمه، وندخل الفراخ. خلاص احنا كده ما شاء الله في سن مريح اكتر من الاول، والمفروض ان احنا نكون عملنا تيست لكل الحاجات اللي ممكن تقلقنا وتاكدنا ان احنا ما عندناش حساسيه منها. ارجوكوا ارجوكوا، اهم حاجه قبل ما اختم لازم نرجع للدكتور. الوزن، الحاله الصحيه، الحساسيه بتفرق جدا من طفل لطفل. حتى لو انا نفسي عندي اربع خمس اطفال قبل كده بيفرق عن اخواته. فارجوكوا اللي احنا بنعمله ده مجرد افكار تساعدكوا لحاجات طعمها حلو ومغذيه، لكن تحت اشراف الدكتور الاطفال ودكتور التغذيه بالتاكيد. بفكركم دايما ان احنا معاكم من الاحد الخميس من 4 ل 5، اعاده الساعه 1 الفجر، اعاده ثانيه الساعه 7 الصبح. سي بي سي سفره واميره شنب، برنامج اميره في المطبخ بالعربي على الفيسبوك. استنونا.